السلام عليكم، صباح الفل. عاملين ايه؟ معاكم اخوكم احمد كمال. ده فيديو سوق الجمعة بتاع الجرو. في كام جرو رشحتهم لك، وفي كام جرو رخاص قوي، وفي كام جرو حلوين وبفلوس كويسة مش عالية. تصلي على النبي قبل اي حاجة، قول عليه الصلاة والسلام. اوعى تنسى تقول عليه الصلاة والسلام. تمام، يلا بينا نتفرج على السوق ونشوف الجرو عاملة ازاي. مش انت على طول بتيجي ومعاك جراوي؟ بس خلاص جراوي جيرمان. بس حاجة ايه؟ حاجة من الحاجات الحلوة دي. ده واد ولا بنت؟ بكام؟ 1500. جيرمان بكام؟ 1500. بس حلوه، فيها لفه دهره حلوه، وفيها عرايق كفايه. والجرو ده بكام؟ ده عامل 1300. واللي هو الشورت ده عامله 900. اديني رقم تليفونك كده يا باشا. 012 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
شكلها حلو فيها رهيب وديل كويس شعراية فألف ونص في الكلبة دي حلو لا حلوة بصراحة جراوي الجريفون اللي ب 650 ده بديل حاجات حلوة يعني دول الحاجات الفرنساوي حجمها اقل ودان واقف البكينو العيش السفلي خلي بالك عشان في كلاب بكينو بتبقى شرس هو ده ولا بيت بكام 350 هو بس عشان السوق على فكره في البيت شرس اوي كلاب حلوه معاك دي برضو ايه لعب جريفون ده بديل زغلول في باقي خلفة بس ايه مش عايزين نطلعها دلوقتي بكام الحتة معلم 900 اهو بس ما تطلعوش شال هوا باقي اللعبة يعني 900 جنيه الحتة اديني رقم التليفون 012 292 46 450 في برضه جراوي جيرمان وفي حاجات تانية للي عايز على نفس الرقم نفس صاحب الحاجة هو بكام الحتة من دول؟ يعني نقول اتنين يخلص واحد 800 كده مش قليل؟ مش قليل مثلا مطعم ومرخص لا مطعم ومرخص كل صوته هيبص مطعم ومرخص وديدان وبص وحشرات مش مخلي الهوا بص بص الدماغ يعني لا كلب نضيف يا عم كلب شمع اهو بلد مش مخلي فيه 2 ونص 2 ونص طالما مطعم ومرخص البت بص البت بتصيع عادي اسمها كندا تعالي تعالي هي عشان الكلب بص مصممه بص لفها يلا بص بتعد كده هات وشها صح انا ايه الكلب اللي ولا بت سيبها
يلا استنى استنى يا شقاوة. بس دي لما تطلع هتطلع هتطلع نار. ما بقدرش اطلع بيها. هتطلع نار الكلبة دي. عدد الكلاب اللي الرد اللي حواليها عاملين كام دول؟ واحدة باتنين ونص. خلاص ماشي ماشي. مين الردات؟ يا عم مبنك بيسأل يا مدحت بعد ما قلت لك اهو. هو مصمم اللي حط يقول كانت عايزه دوت ب 100 جنيه وقلت لها لا. طلع عد الشوك. بعدين يا مدحت انا بقول لك بتقول لها ما تبيعش يا مدحت. ده احنا طلعنا نجري لما سمعنا في سلاكه في الدائم. صداع الكلبه دي صداع الكلبه دي هتطلع كارثه. انا جاي بيتبول امريكان الاب مختوم ومحوره وامريكي اهو. اخش على ابوهم انا دلوقتي. انا عدي بس الايه اوبا خد رقم احنا عندنا انا في البيت. خلي بالك عشان ما ايه ده. بس الاب الاب ده مش للبيع. الأب عامل ازاي؟ ولا ولا يا الله. خلاص خلاص احنا اسفين يا برنس. ماستيف جيرمانات اهي. عم مدحت دايما ايه عنده اساطير كده. الكلب ده دمه حلو ان شاء الله عليه. خلاص سيبه يقعد عشان هو بينهج جامد. ده الهاسكي بقى. ايه يا برنس؟ في قطه عندك هنا؟ كان في قطه هنا هاسكي ما طلعتها بكام الحته الهاسكي؟ بقول يا باشا البوز دوت دكر ونتايه. دي النتايه وده الدكر عاملين 4000 جنيه. الاثنين؟ القص في بعضه ب 4000 جنيه. دبل كوسي ومعاهم ورقهم. دبل كود والوان. 3800. بس دي سافله دي. ابو شرف وامي وامك النهارده مين اللي صحاني؟ الناس عايز صغير. بقول لك انا بصدع. انا بصدع ومن مصر كلهم. قول للناس اللي اتصل بينا من مصر. حبيبي البيع والشراء بيبقى من بعد العصر. ايه في انا من امبابه اللي من المرج اللي مش ايه يا عم اللي من الف مسكن. انا عايزك تكتب لهم يعني ان احنا في اسكندريه. ما احنا في اسكندريه يا جدعان اللي عايز يجي يرن من حتتك مفيش كلاب. اديني الرقم بتاعك. 012 20 818 118 100 عايز سمك لمين؟ القص ده ما يتفوتش. انصح بيه قوي. كلاب متطعمه خصوصا النتايه دي. النتايه دي انت شفت ابوها عامل ازاي تمام. دي بطنها ترمي معاك الوان حلوه خصوصا ان الام اكيد فيها برندل والاب بلو فهترمي جراوي حلوه برغم ان شكلها والوانها ما يوحيش بكده بس هي فيها جينات جواها كده عشان ده ابوها. ده ابوها اهو وامها برندل وابوها بالدماغ بجوز. ده شرس ده. شارون ده ابن لذينه جزمه 7000 جنيه شارون. طب بكام الحته كده؟ 500. كلاب الشعب. اي كله يربي ب 500 جنيه الحته اهي. لا اه في دي له حته بيضه مش ملطش طلاطيش صغيره. ما هو كان ب 500 جنيه هيخلص ب 400 ولا حاجه. حلو
ما هو عشان كده بقول لك دي كلاب الشعب. اي حد عايز يربى يا جدعان حاجه شكلها جيرمان اهو. بصوا العسليات دي يا جدعان. جروي لسه 21 يوم. خلي بالك الجروي ده. الحته بكام يا معلم؟ ألف ونص. ألف ونص الجرد. تعال انت عشان انت شكلك اهبل عمال تقع. انت ايه بنوته ده وانت ولد صح؟ بنوته برضه. طيب بكنوا بكنوات الكلاب دي حلوين. بنوته بيتبول بكام هي؟ ب2000. الطعام كل التطعيمات وشقية ب2000 جنيه قبل التفوق. هي في سن مساخة 4 شهور تقريبا صح؟ 5. طب اديني رقم التليفون كده. 0 كام؟ 012 24 765 243. هم هاسكي شعبي مش بيور. تمام. الحته بكام يا باشا؟ 500 جنيه. 500 جنيه. يلا خلي الكل يربي هاسكي. اديني رقم التليفون. 012 02 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
31 يوم بالظبط. 31 ده الولد والغامقه دي البنوت. في بنت ثانيه معاه. في بنت ثانيه معاه. واحد كام و 30 يوم؟ 31 يوم. 31 يوم. السنان لسه طالع بس لسه سيريلاكو كده جارو هاسكي ولد هو صح؟ استنى استنى ما اشتغلهوش لسه حلو جميل عنده قد ايه الكلب ده؟ استنى يا جزم لا مش تلات شهور ونص سعره كام؟ برضو؟ هو السعر الشهر ب 1000 عنده 3 شهور ونص وسعره 3000 ونص بالسيجار وتحفه اديني رقم التليفون كده 012 2 099 19 35 اسمه ايه؟ ليو ليو استشائي وعضاد وجزمة عسل ولد جميل ان شاء الله عليك بنوتة بالكنيز استشائية تعدوكوا يا جماعة بس خلاص انا من الجن الطيب خلاص كده يبقى انت مش هتتحقن كده فاضل لك واحدة كمان وتموت هي ثلاث فرص زي القتال فتحت لي ايدي تاني سلولة بالصلاة على النبي والله العظيم منها عايز فيها كام؟ 800 جنيه طب وعشان مصر؟ والله 800 جنيه اديني رقم التليفون 012 زيرو كام؟ 012 012 7 7 1 2 5 7 5 7 5 9 7 9 7 لعبة لسه جرو رد
خمس شهور. وعنده قد ايه الجارو ده؟ اربع شهور. اربع شهور؟ عايز في كام؟ في كام؟ 3000 جنيه. بيقول اهو بس انا شايفه بيقول بني ادمين عايز اشغله. بيقول كلاب. هو بيتلبى مع الكلاب عشان لسه صغير. حلو الجرو ده. هو الكلب ده عنده قد ايه يا معلم؟ قاطع. ايه؟ عنده قد ايه؟ 7 شهور. عايز 7 شهور. بص بقى الكلام في ديل قناصر شعرايا. بكام الكلب ده؟ بكام؟ 1.5. ب1500. ب1500. الكلب فيه شراسه حلوه. دمه بيقول بره. ده بيلعب مع الكلاب. مش غبي مع الكلاب. كويس. حاجات من اللي ايه؟ من اللي بتقتلني. الامارات دي. الامارات دي بتموتني انا. عسليات. عسليات بكنور. لعبة بس دبدوب لعبة. بكام ده ابو حميد؟ ب2000 جنيه. لا لا ب2000 جنيه الباقي. اديني الرقم يا معلم. 011 012 2 52 30 828. اليومين دول مريح. شبيه خوفو. خوفو اول ما جه كان كده. ترص عليه. ده عيل. ده لسه مفتوح. جلي منه. بس. خلاص يا عمر. خلاص. انا احنا كلنا اسفين لك يا معلم. ولد هو. يا عم ايه؟ سميه خوفو. في نهاية الفيديو اتمنى يكون الفيديو كويس. الجراوة عجبتكم. في حاجات رشحتها قوي وحطيت عليها خط كده قلت لك الجراوة دي كويسة خلي بالك. وفي جراوي باين عليها انها مش قد كده. باين من غير ما اقول. وللعلم الجروين السود الصغيرين اللي هما قال لي دول بكنواه. دول بكنيز مش بكنواه. عشان هيطلع لهم بوز. وفيهم جرو والله اعلم. والله اعلم عينه فيها مشاكل. الجرو اللي على اليمين. تمام. اللي هو النتايه الكبيره شويه. خلي بالك برضو انا قلت انبه عشان ما حدش ايه يتكعبل وياخد حاجه لا قدر الله فيها تعب او حاجه ويصرف عليها. فيها تقريبا ميه زرقاء على عينيها. لازم دي بتتشال او دي عشان هي لسه بيبي وهتروح لوحدها. فلو هتشتري حاجه زي كده خليك في المضمونه. النتايه المضمونه احسن. سيبك بقى من كل ده. قول عليه الصلاه والسلام. صلي على النبي. يلا قول عليه افضل الصلاه والسلام. واتمنى يكون الفيديو كويس. وصباحكم فل. والسلام عليكم.